المكالمة الثانية خليني أخذ من أخونا جورج من كندا. أهلا وسهلا أخونا جورج، تفضل أنت معنا على الهواء. سلام الرب يسوع أخي نزار، الرب يباركك ويبارك المشاهدين والحلقة وكل من يسمعون. شكرا شكرا كثير أخونا. أنا بس كنت بدي أشارك وأقول أنه الرب يسوع من خلال تأملاتي الروحية أنه ليس فقط هو النور والطريق والحقيقة والحياة، هو أيضا لم يركز على الخارج، لم ينظر إلى أقدار وخطيئة الإنسان. حتى الزانية قال لها أنا لا أدينك، اذهبي ولا تفعلي خطيئة ثانية، لأن الرب يسوع عاش بالجسد ويعلم قبل أن يعيش بالجسد ما هي مزايا الجسد وما هي خطايا الجسد ومشتهيات الجسد. ولكن كثيرون يعيشون وقد ينظر لهم من خلالنا نحن كمؤمنين، لأنه كثيرا ما نقع في أخطاء وندين الآخرين من الخارج، وقد يكون الداخل أنقى وأصفى بكثير مما هو عليه. الشيء الذي أريد أن أشارك به هو أن الرب يسوع عندما ينظر قال لا أنظر إلى الخارج وإن إنما عيني ثاقبة إلى الداخل، أنظر إلى القلوب، القلوب التي فيها المحبة، القلوب التي فيها الخوف، الذي ليس الخوف الذي يقول عنه أخواننا المسلمين طبعا، لا، الإنسان المؤمن يخاف الرب في أعماله التي تخرج منه. وبعدين لما نظر إلى القلوب نظر إلى الوفاء القلب، إلى الغفران، إلى اعترافه بالخطيئة، لأنه الله يحب القلوب المكسورة، لا يحب القلوب المتكبرة التي تتكبر كما الفريسي كان، أما العشار فكأنه كان مكسور القلب. أنا أنظر إلى هذه السطور دائما بين الفريسي والعشار، أجدها في الإنسان الذي هو الإنسان من الطرفين، الإنسان الذي يخطئ من الخارج وأنما داخله نقي، أما الثاني يرى به بين العالم كالفريسي بأنه أعظم الناس ولكن داخله عفن ونتن كما قال الرب كالقبور المليصة البيضاء الملصعة من الخارج. وأنا أريد أن أقول وأنتهز هذه الفرصة لكل أخوتي إن كانوا مسيحيين أو إن كانوا مسلمين أو بوذيين أو أي ديانات أخرى، إنها الفرصة الأخيرة يا أخوتي، ليس بجمع المال وليس بما نكتنز على الأرض، لأنها كلها ثانية، وكل شيء مال الجسد هو ثاني كما قال الرسول بولس، الجسد والروح يحاربان بعضهم البعض، علينا أن نركز على الروح. أنا أشكرك أخي نزار. شكرا كثير يا أخ جورج، ربنا يباركك حبيبي.